كثيرة هي الشواهد الأثرية في العراق التي تحكي للأجيال ثقافات وتروي حقائق، ومن تلك الشواهد جامع مرجان في شارع الرشيد التاريخي في بغداد. هذا الجامع بحاجة اليوم إلى عملية ترميم لأجزائه المتهالكة، حيث ظهرت تصدعات في جدرانه الخارجية والداخلية، كما أصبح محيطه وداخله مكباً للنفايات، وامتلأت باحاته بمياه الأمطار الآسنة. المفروض هذا يكون واجب الدولة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الآثار، هذه لازم تكون مسؤوليتها المباشرة، لأن مثل هذا البنيان إذا ما يترمم وإذا ما يعاد صيانته راح يندثر بمرور الزمن. البغداديون الذين يعرفون قيمة هذا المعلم الديني والأثري ألقوا باللائمة على المؤسسات الحكومية المختصة مثل الوقف السني ولجنة التراث وأمانة بغداد في إهماله وتناسيه. الحكومة العراقية هي يعني تقع عليها المسؤولية على ولجنة التراث الموجودة في بغداد، هذه يجب أن تلعب دور أساسي، وأمانة العاصمة أيضا مشتركة يجب أن تلعب دورا أساسيا في إحياء التراث العراقي، لهذا التراث يخص الدولة العراقية ويخص يعني تاريخ العراق وحضارة العراق. إهمال واضح في كل الجوانب التراثية في بغداد، ليس في جامع مرجان وإنما على مستوى جميع الآثار العراقية. يعني ما لاحظناه إن حتى على مستوى نسب الحرية وكثير من التماثيل في بغداد، هي رمز لثقافة العراق، هي رمز لحضارة العراق. قصة هذا الجامع الأثري تبدأ بمدرسة شيدها أمين الدين مرجان بن عبد الله السلطاني، تحولت بعد ذلك إلى جامع بعد وفاة أمين الدين مرجان. ثم بتوالي السنين اندثرت الكثير من معالمه، فبني على بقاياها مسجد جامع آخر بقباب ثلاث مميزة له. جامع مرجان ومدرسته معلم أثري مهم، شأنه شأن الكثير من المعالم الأثرية في العراق التي طالها الإهمال وعدم الاهتمام والرعاية الحكومية للحفاظ عليها.